أي مترشح اللي تكون عليه الإجماع ويجيب البلوس لفيدراسيون مرحبا به. بالنسبة لنا مازال ما كاين والو حتى حاجة أوفيسيال، مادام واحد ما حط لا كونديداتور تاعو في لجنة الترشيحات، دونك ما كانش حاجة أوفيسيال إلا كلام فقط. وشروط لي كونديدا راهي باينة، يسمى يحددها القانون، الكونديدا لازم توفر فيه الشروط اللي يحددها القانون. والجزائر ولادة يسمى دوك ما ماشي كل اللي يجي عندنا باللي راه ان شاء الله 4 سبتمبر راح يكون رئيس فيدرالية. حنا بالنسبة لنا كنوادي حنا نحوسوا على تحسين الظروف تاعنا، نحوسوا على القوانين تسمى يعاودوا يحطوها اجور، باسكو كاينه القوانين العامه شويه فيها امور ما تساعدناش. كما قلنا احنا الفيدراليه السابقه انا ما تمنيتش يكملوا، الواحد ما كملوش. احنا كانت عندنا مطالب كنوادي، نتمنوا المطالب تاعنا دي تتحقق، منها كما قلت لك يعاودوا مراجعه القوانين العامه، مراجعه الكود ديسيبلينر، مراجعه تنظيم البطوله الواحده، الامور باينه واضحه، تكون شويه ثوره في التنظيم تاع البطوله الوطنيه وخلص.